السعودي عبد الفتاح الرهاف. متابع الان حذاري خطيره جدا. اوه ماذا فعل المارد، ماذا فعل القوي، كاد ان يبعثر الاوراق مع سليمان العمري خلال هذه المحاوله الاخيره، وبرح كان في المكان المناسب، وبالتالي كما قلت بانه هامش الخطا غير مسموح به بالنسبه للاعب من حجم العمري امام اللاعب بن مالونغو الذي يمكن اقول بانه لاعب ساقولها بكل واقعيه، يعني في ثنائية ما بين أو نزال ثنائي ما بين غادي تكون كفة بين مالونغو هي المرشحة، وبالتالي وجب أنه بقدر ما الرجاء يحاول أن يظهر شراسة هجومية. ولا هدف التتويج الحكم يرفع عليه معنى التسلل عبد الرحيم الشكير من خلال هذه المحاولة. نتابع هذا بالفعل، اعتقد كان هناك تسلل عبد الرحيم شاكير الذي صعد